عمرها وحلقة جديدة معكم مشاهدينا إيد بإيد من عمرها إيد بإيد بنحاول نرصد كل القطاعات اللي فعلا من خلالها عم نعمر بلدنا ونكون مع بعض لحتى ننجز ونقدم ما يخدم وطننا ومجتمعنا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة اليوم. طالما اعتدنا ببرنامجنا عمرها أن نرصد كل حالات المجتمع، أن نرصد أيضا كل القطاعات التنموية التي تصب في خدمة الوطن والمجتمع، نقف عند كل الشرائح، كل من يقدم، ولا نهمل أي شريحة أو أي قطاع. فيسعدنا اليوم أن يكون الحديث مع شريحة الشباب من خلال شباب شبيبة الثورة الذين يتوجهون في الصيف إلى مناشط مختلفة هدفها يصب أكيد في تنمية وعي هؤلاء الشباب، ملء فراغهم بما هو مثمر ومفيد. شبابنا اليوم من شباب المتوجهين إلى عالم الإعلام للإلمام بهذا العالم، بهذه الثقافة، بهذه المهنة حتى إن صح تعبيرنا، ليكونوا ملمين بتفاصيل العمل الإعلامي أولا، ثم أيضا يتمكنون من مهنة المتاعب الإعلام ويحققون جزء من موهبة تعتمل بداخلهم، يتوجهون فيها إلى هذا العالم الصعب والمركب لفهم عالم الإعلام، وليكونوا أحد المساهمين في الحرب الإعلامية التي تشن ضد سوريا، ويكونوا هم أيضا بمواجهة إعلامية حقيقية قادرين للدفاع عن وطنهم من خلال حسهم الإعلامي وموهبتهم، وبالتالي صقل هذه الموهبة. يسرني أن أرحب بمجموعة من شبيبة الثورة، من شبابنا، من طلابنا اللي معنا اليوم بالاستوديو، اللي هن من المشاركين بدورة الإعلام والتصوير الضوئي اللي أعدتها إلهم فرع منظمة شبيبة الثورة في اللاذقية. مرحب فيكم شباب، أهلا وسهلا فيكم جميعا. وأرحب أيضا بالرفاق غاندي داود، عضو قيادة فرع شبيبة الثورة مكتب التنظيم، أهلا وسهلا فيك أستاذ غاندي. وأيضا الأستاذ بشار بوبو، عضو قيادة فرع الشبيبة مكتب الإعلام، أهلا وسهلا أستاذ بشار. في البداية نقرأ افتتاحية هذه الحلقة تحت عنوان إعلاميون موهوبون، أما حلقتنا فهي بعنوان الشباب والإعلام، وعي ومسؤولية. ما ينتجه الحاضر يساهم في صناعة المستقبل عبر أجندة متعددة المواهب والأهداف لتحقيق ما نصب إليه في بناء مجتمع متكامل، يكون للإعلام الدور الأمثل لحركة التوجيه والاستنتاج والاستقراء للوصول إلى بناء ما يجب البناء عليه. فإعلاميو الحاضر مسؤولون عن ترتيب أوراق إعلاميو المستقبل بمواهب وخبرات تحاكي كل مفردات العمل، وتعتمد على الاختيارات الناجحة بالتعاون مع العديد من المفاصل التي تساهم في تدريب وتأهيل أبنائنا الطلبة في مراحل النضج ليكونوا قادرين على القيام بهذا الواجب. وشبيبة الثورة هذا المرفق الهام قدم الكثير من العطاءات في هذا الجانب، واعتمد ضمن نهجه على الرؤية الإعلامية وكيفية التعامل معها وتأهيل من له موهبة وإدراك ليشكل لبنة أساسية لمراحل الإعلام ومكوناته. وبما أن للإعلام دورا بارزا في تشكيل الرأي العام وتسليط الضوء على كل الظواهر الإيجابية منها والسلبية، كما يساهم في حركة البناء والتطور للمجتمع بمجمل الأبعاد التوعوية والتثقيفية والفكرية، وهذا ما جاء عليه الدور البارز لشبيبة الثورة بتوعية الشباب، وتحديدا في هذه المرحلة بالذات نظرا لدور الحرب الإعلامية على سوريا وما آلت إليه من حقائق مزيفة. وبما أن الإعلام رسالة صريحة وصادقة اعتمدها الإعلام السوري منذ بداية تشكيله واستمر في تفعيلها وتألقها لتنعكس بكل الإيجابيات على محبي الإعلام ومن ينهج هذا الطريق، ليكون الفاعل الأساس في تشكيل الرؤية الكافية لكل المعطيات الحالية والقادمة. وهنا يأتي دور المنظمات عموما ومنها شبيبة الثورة في الاعتماد على استراتيجيات تساهم في تشجيع المواهب للوصول إلى ما تصب إليه لحركة إعلامية متوازنة. فهل لدى شبيبة الثورة خبرات إعلامية قادرة على تأهيل الأجيال الشبيبية وتوجيه مواهبهم للانتقال إلى مرحلة التخصص؟ وعلى ماذا تعتمد شبيبة الثورة من طرق وآليات للنهوض بهذا المفصل الهام؟
إذن هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. مرة ثانية أرحب بكم وأبدأ معك أستاذ غاندي، كمنظمة وطبعا فرع الشبيبة، كيف تتوجهون لشبابنا لتقديم دورات في مجالات مختلفة في الصيف بما يخص اهتمامات مواهب؟ يعني أكيد إلى كثير من الأهداف والأغراض المهمة لتوعية شبابنا، لوضعهم دائما على طريق الفكر الصحيح والعقل السليم. نحن بالشهر الرابع والخامس بصير عندنا سبر لكافة المواهب، طبعا وكل فترة بصير هالسبر، السبر مشان الأنشطة الصيفية بصير بالرابع والخامس. بنشوف شو المجالات اللي عندنا موجودة، مين عنده هالموهبة معينة، بتم في دورات توجيهها إن كان إعلامية، إن كان عملنا كمان سنة صار معسكرات لصف العاشر، صار بطولات رياضية ونوادي رياضية، بالإضافة افتتحنا دورات تعليمية مجانية للطلاب الثانوي البكالوريا والصف التاسع. هي بالمجمل. طبعا نحن كمنظمة في أي مجال عم نكون موجودين فيه. الخدمة التطوعية طبعا نحن مثل ما بتعرف منظمة تطوعية. مراكز إيواء تواجدنا بكافة مراكز إيواء. أكيد كنا بالقطاع الأهم اللي هو حاليا بأي مناسبة تواجدنا مع الجيش، مع الشهداء، مع أسرة الشهداء، بالإضافة للجرحى، زرنا الجرحى ببيوتهم بالمشافي. يعني أكيد الشباب هن القوة الفاعلة، الشباب نحن بنقول هن المستقبل، فوجودهم بأي مجال بأي قطاع بأي حالة اليوم عم بيمر فيها بلدنا هو تأكيد على حضور شبابنا على وعيهم وثقافتهم، وأكيد المنظمة بتوجههم بهذا الاتجاه. أكيد شبابنا جيل أحيانا بنسمع بالشارع، أحيانا بنسمع أنه جيل شوي، لا بالعكس جيل كتير مندفع، بس بده حدا يوظف له هالطاقات اللي عنده. نحن كمنظمة عم نشتغل على الموضوع هذا، وعم نلاقي كتير الحمد لله إقبال من شبابنا، ونتائج عم يعطوهن نفسهم الشباب، إن كان بالدورات اللي عم نعملها أو على الأرض مثلا كدورات إعلام. بعد شفنا نتائج هالشباب اللي تخرجوا من الدورات، طبعا ما راح أحكي هلا رفيق بشار هو اللي تخرجوا من هالدورات، إنه شفنا التغطيات اللي عملوها، وسابقا شفنا رفقاتنا السابقين صاروا حاليا يعني بمراكز اشتغلوا بهذا المجال، اشتغلوا. يعني لابد من جهة إنه تحتوي هؤلاء الشباب، توجههم تحتوي مواهبهم توجهاتهم، حتى ممكن تقومها وتضيف أكيد عليها الكثير، فهذا هو دور المنظمة عموما. نحن مهمتنا نستقطب هالشباب بأي مجال كان ونعمل له دورات، نأهله أكثر، نسبر له طاقته، بعدين ندفعه للعمل إن كان ممكن ضمن المنظمة أو خارج المنظمة، هو يشتغل بقطاعات خاصة. نعم أستاذ بشار، نحن اليوم مع مجموعة من الشباب اللي اتبعوا مؤخرا دورة إعلامية في الإعلام وأيضا التصوير الضوئي، وهدول إحدى الشباب هالشريحة اللي مثل ما قلتوا مواهب مختلفة في مجالات رياضية وفنية وثقافية وحتى علمية. أنتوا اليوم يعني توجهتوا مع هؤلاء الشباب إلى اهتمام هن متوجهين إله هيك ذاتيا اللي هو عالم الإعلام، كيف لبيتوا تطلعاتهم من خلال دورة إعلامية متخصصة؟ هو احنا مثل ما حكى غاندي، نحن بحالة دائما نقاش وحوار مع الشباب، بالإضافة إلى متبع دائما أخبارهم واهتماماتهم اللي بيرغبوا لهن. فالإعلام بيختلف عن مثلا عمل تطوعي أو عن الرياضة أو عن أي شيء تاني. الإعلام هو بده أول شيء موهبة، بده ثقة، وبده حدا. يعني مثلا أنا وقت بدي أعمل دورة إعلامية أو ورشة إعلامية، ما فينه أي حدا يجي على هاي الدورة، بالعكس بده يكون اللي حاب هذا المجال ويخوض فيه نشتغل معه. ونحن دائما دورنا بالمنظمة نعمل هاي الدورات وهاي الورشات الإعلامية. مؤخرا أعلننا عن دورة بالتصوير الضوئي، كمان التصوير له محبين وله هواة التصوير، فارتأينا أنه نعمل دورة تصوير لمدة 4 أيام ورشة، قدمنا فيها كل ما يحتاجه الشاب ليتعلم إذا كان على الموبايل يتصور، إذا كان على كاميرات احترافية، وعن تاريخ التصوير، يعني كل ما يحتوي موضوع التصوير. ولقينا بعد ما خلصنا هاي الدورة، طبعا احنا كنادي اعلامي بنجتمع دائما، انه يفترض نتبعه مباشرة بدورة اعلامية
بحيث انه التصوير يترافق مع الاعلام. وبالفعل حتى كنت حضرتك موجوده معنا مشكوره، لبيت الدعوه فورا. وقمنا هاي الدوره الاعلاميه لمده كمان 5 ايام، كانت بالمركز الثقافي. الشباب اخذوا فيها كل تقريبا، عن انت بخمس ايام ما فيك تعطي كل شيء عن الاعلام، ولكن نحن نعطي لمحات او مدخل الى الاعلام. تمام، شيء مكثف يعني طبعاً. مدخل ضروري يتعرفوا على الاقل، يعرفوا ياخذوا فكره عن الاعلام بشكل عام، عن الخبر، عن التقرير، عن التحقيق بالبدايات، مشان احنا الخطه القادمه مباشره نبلش بالتخصص. نحن اللي حابب يتابع معنا وليتابع بهذا المجال، انه كمان احنا في بنفتح باب انه للتخصص. ممكن هسه نحكي عن الاعلام الحربي دوره خاصه، واللي عنا الاعلام المكتوب المرئي طبعا، تحرير الخبر، تحرير السيناريو، يعني كيف تكتب السيناريو، فنون وفنون صحفيه معروفه كثيره وغزيره. فنحن نحن بنشوف الشباب، بنشوف شو بيحبوا هن وميولهم، وعلى هذا الاساس بنعمل دورات وتخصص لقدام. مثل ما قال كمان في غاندي انه احنا عم نلاحظ انه في عم نلاقي هاي الثمار على الارض، انه في اغلب الاعلاميين الشباب اللي عم يطلعوا حاليا وعم يطلعوا على قنواتنا الفضائيه، هن فعلا طلعوا من هن ابناء منظمه من الشبيبه. طبعا حتى نحن يعني نحن اكتسبنا خبراتنا عن طريق المنظمه، اذا كان قادر نحن نوقف ونعمل لقاءات، ولا حتى الشباب بوقت قادرين يدخلوا الاستوديو ويحكوا ويعبروا، فهذا مثل ما حكينا انه هذا دورنا من تنشئتكم طبعا اكيد. ففي لنا شيء على الارض عم نشتغل عليه، وعم نلاقي صدى وترحيب من الجميع اكيد، وهذا كثير مهم يعني باهم مرحله من عمر الشباب، انه يكون هاي الطاقات منظمه، الطاقات عم تتلقفها ايادي امينه، يعني حتى اهلهم لما بيعرفوا انه هن اولادهم بهي الدوره بهالتوجه، في حاله من الراحه النفسيه انه اولادهم بايدي امينه. كل هذا يعني لان احنا كمان حتى بهذا العمر هي كمان في تربيه وفي تنميه لعقلهم وتربيتهم وتوجهاتهم وسلوكهم، يعني الحقيقه هي مرحله عمريه خطيره. هذا دورنا نحن نوجه هي الطاقات. تمام، يعني طبعا خارج المدرسه هذا بنقدر نعتبرهم النشاطات اللاصفيه والنشاطات اللي خارج يعني موضوع تلقيهم للعلم ودراستهم وتحصيلهم العلمي. انا بدي اتوجه للشباب وشوف انه هن يعني كيف توجهوا للاعلام، يعني انه انتم مثل ما قال الاستاذ غاندي انه مواهب مختلفه، انتم توجهتوا للاعلام، شو اللي جواتكم هيك اخذكم الى هذا المجال الى هذا العالم؟ احكوا لنا عن هاي الرغبه اللي بتخليكم تروحوا بدكم تعرفوا شيء عن الاعلام. كل واحد نتعرف على اسمه تفضل. اسمي حيدر يونس، متدرب بالدوره الاعلاميه اللي صارت بشبيبه الثوره. الاعلام هو عين على الواقع ووسيلة سريعة، يعني أي معلومة بتقدميها من خلالها سريعة لتدخل لأي بيت، إلى أهمية كتير كبيرة بكل المجالات، ويعني الإعلام بحر. فنحن من لما اكتشفنا هاي الموهبة وسمعنا بالدورة الإعلامية المقامة بشبيبة الثورة، فورا ضمينا لإلها، لأنه حسينا أنه نحن بحاجة يعني لدورة تنمي لنا الموهبة اللي نحن عنا إياها. أكيد أي موهبة بحاجة لجهة يعني تعلمها أو تتبناها لحتى تصير يعني متقنة وقادرة للإعلام على أرض الواقع. والشبيبة أكيد قدمت لنا، وهي الدورة خصوصا دعم كتير كبير وفتحت لنا مجالات كتير واسعة لحتى نحن يعني بعد هاي الدورة نبلش ب يعني مواضيعنا الخاصة، يعني نشوف كيف شو أثمرت هاي الدورة معنا لحتى نحن المشاريع اللي بدنا نعملها قريبا. كثير منيح، ان شاء الله بنشوف قريبا ممكن محاولاتكم، كتاباتكم، يعني تتجهوا للصحف، وهلا بنشوف شو امكانيه كمان يعني نستقطب هالجهود بان يكون في مجله خاصه او صحيفه خاصه. صح. بنعرف في للشبيبه مجل جريده المسيره اللي هي ممكن تستقطب كل كتاباتكم ويعني وهذا النشاط. كمان نتعرف عليك وبنحكي انه شو اللي يعني خلاكي تتوجهي الى الاعلام. بداية أنا اسمي نرمين منصور، بتوجه مشكورة لك على البرنامج واستضافتنا وتسليط الضوء على هيك برامج عم تصير باللاذقية، محافظة اللاذقية. وكمان بتشكر شبيبة الثورة اللي هي عم تدعم الأساسي لهذا الموضوع، وكيف بدي أقول إن نكش المواهب بالساحل البحث عن المواهب. تماما. هلا أنا اللي خلاني أتوجه للإعلام بصراحة، نحن بحاجة هلا بسوريا، ما بيخفى عن الكل إنه نحن بحاجة مو بس لجيش،
مو بحاجة بس لناس تسير البلد، احنا بحاجة للإعلام، بحاجة لطب، بحاجة لحتى فن، احنا بحاجة لكل شيء. نحن بكوننا عم دخلنا بهذا مجال الإعلام، نحن عم نوقف بجانب الجيش صف بصف، بما أنه ما في الكل يتسلح يوقف. هلا أنا بدرس فنون، كمان بحس أنه الفن جانب كتير مهم بهذا الموضوع. طبعا مشكور الرفيق بشار كمان عم يدعمني كتير بموضوع الفن بالنسبة للمعرض اللي صار أمس، كمان شاركت بلوحات. نعم. طيب هون الكلمة كمان معك، يخليكم معي هون. الإعلام كلمة، الإعلام صح صورة، ونحن بجوز كلمة يكون في شيء تلفزيوني إذاعي مكتوب، لكن بالنهاية كلمة. يعني نحن اليوم في موقف، فإلى أي حد نحن عبر الإعلام، أنتم كشباب إعلامي شباب بدنا تسجلوا موقف، بتكون تقولوا شيء. أنا اسمي ساندي الخيير. أهلا ساندي، أهلا فيكي. هلا نحن اللي كثير بنعرفه واثقين منه، واللي يمكن اثبتوه الشباب خلال الازمه والحرب اللي تعرضنا، لانه هن كانوا على قدر كثير عالي من المسؤوليه، واثبتوا وجودهم، واثبتوا انه هن لا واعيين لهي الحرب اللي نحن عم نخضع لها. فكانت الاعلام هو رساله، يمكن اكثر ما انه هو رح يكون فعل، هو رح يكون رساله للعالم، لانه الحرب بالاساس كانت حرب اعلاميه، حرب ممنهجة كانت على سوريا. فكان دورنا نحن إذا فينا نعتبر حالنا أنه دخلنا بهذا المجال، دورنا أنه نوصل هاي الرسالة، نوصل الحقيقة، نوصل الواقع اللي نحن عن جد عايشين وعن نلمسه بشكل مباشر. المميز كان بدورة اتحاد شبيبة الثورة أنه هي دورة ممنهجة، يعني أغلب الشباب اللي وصلوا وخضعوا لهي الدورة كانوا خاضعين لدورات، لكن دورات رابطية. من خلال هاي الدورات الرابطية المتميزين بكل دورة بيتم ترشيحه للدورة الأخيرة النهائية الفرعية. يعني لابد من انتخاب، يعني تماماً. كمان من هو جاد بهذا الموضوع، من يمتلك الموهبة الحقيقية. أكيد. لأن بجوز أحيانا حدا عنده رغبة، الرغبة غير الموهبة، غير الإصرار على هذا الطريق. تماما. فهو مثل ما حكينا هي عبارة عن سيرة منهجية تم اتباعها طبعا من خلال دورات الإعلام أو دورات التصوير أو دورات تانية ممكن تكون بجوانب تانية بفرع اتحاد شبيبة الثورة. نعم، شكرا لك. بنعطي لزميلكم، نحكي عن يعني الإحساس بالمسؤولية إلى أي حد اليوم بيخليك أنه أنت مثلا هاي الدورة عملتها من باب إحساسك العالي بالمسؤولية اليوم، ودور الإعلام مثل ما حكوا رفقاتك قديه مهم لنودي رسالة. شو هي الرسالة اليوم أنت عبر الإعلام وكشاب سوري بدك توصلها؟ هلأ بداية أنه أنا دخلت بمجال إعلام لأنه أخوي كان بيشتغل موضوع تصوير، فهو استشهد وأنا قررت أمشي على مسيرته. الله يرحمه. تعيشي من وقت ما استشهد حملت نفس الكاميرا اللي هو حملها وصرت أمشي بالمسير اللي هو كان عم يشتغل فيه. أنت هون مصور. إيه؟ كمصور. كمصور. نعم. كمان الصورة اليوم هي حقيقة طبعا. الصورة كتير مهمة. وبتشكر منظمة اتحاد شبيبة الثورة اللي هي يعني تبنت هالمواهب هاي واللي خلتني بهالمجال هذا. وبتشكر يعني الرفيق بشار هو اللي وصلني حطك بهذا الطريق ووضح لكم طبعا دور المنظمة. يعني خضعنا أول شيء لدورات تدريبية، وبعدين يعني شاركت ب دورة حكاية ضوء اللي كنت أنا محاضر فيها، قدمت محاضرتين، وكان الشباب كتير يعني متفاعلين بهالشيء هذا. هو يعني الإعلام كرسالة أنه لازم نوصل رسالة الحقيقة. دوركم حاسين انه اليوم انه هذا هو الدور اللي بدكم تأدوه. اكيد اكيد. شكرا شكرا لك. بنعطي كمان بنحكي عن الدورة الى اي حد انت كنت كان في بذهنك تصور ما، اليوم لا شفت انه في طريق بدنا يعني نمشي فيه، بده قراءة، بده بحث، بده اطلاع، يعني حتى وجهتك هو مدخل، لكن هذا المدخل اما بخليك تكمل او تتراجع، يعني انت اما ماشي صح أو أنه لا أنا هذا مو مجالي. إلى أي حد هي عطتك هذا الخيار؟ أول شيء أنا الرفيق جعفر محمد. أهلا جعفر. أنا دخلت اتحاد شبيبة الثورة كهاوي إعلام وهاوي تصوير من البداية. خضعت للدورات اللي كانت تصير سواء وحدات طلابية بعدين بالرابطة وبالدورات الفرعية اللي صارت من السنين اللي قبل. طورت بهالمجال، وصلت لموضوع التصوير، التصوير الصحفي وحتى التصوير الإبداعي، وطورت بهالمجال كثير وأغناني هي من زمان، ولهلا تطورت بهالمجال حتى وصلت صرت مدرب
دربت دورة حكاية الضوء اللي صارت من فترة قريبة، دورة تصوير الضوء اللي صار اللي أقام اتحاد شباب الثورة فرع اللاذقية بالجمعية العلمية السورية المعلوماتية. تمام، وانت ماشي معناها ما مكفى بالطريق ان شاء الله ما تراجعت عن شيء، ضليت هدفك واحد. شو اضافت لك يعني جديد للتطلع؟ ما انت يعني هسه مثل ما عم اقول لك انا عندي موهبه وفايت هالجو ما بعرفه، لا بديت اليوم اعرفه على اصوله، بديت تتلمس تمام. هذا الشيء نحن كنا انا كنت صور هيك انه شوف شيء حلو صوره، لما دخلت وصرت اخذه على الدورات صار في شيء اكاديمي اكثر، شيء معلومات اكثر، اعرف كيف بدي اصور، اعرف شو الزاويه اللي رح صور فيها، المواضيع اللي لازم صورها، او سواء بالتصوير الصحفي حتى اللحظات اللي لازم اصور فيها. صرت تطورت اكثر، صرت احب هالشيء اكثر وتعلقت فيه اكثر، رغم اني انا عم ادرس هندسه مدنيه، بس هالشيء صار رديف لي بالحياه دائما، حتى لو خلصت وتخرجت وكملت بالهندسه التصوير او الاعلام دائما رح ضل فيه. ماشي نعم. هون اساتذه يعني يعني الى اي حد انتم كمان عم تامنوا لهم بهيك دورات التخصص، يعني من المحاضرين من الخبرات من المستلزمات، انه المنظمه هي بتامن هذا الشيء؟ اكيد. هلا نحن دوراتنا كافه ان كان اعلاميه وغير اعلاميه هي مجانيه اول شيء. ثاني شيء كمدربين بيتم اي على اي دوره انتقاء الافضل كان بمحافظه، واحيانا عم نجيب من خارج المحافظه كمدربين او بالاضافه كاجهزه او كذا موجوده عندنا كفرع. بالاضافه هلا نحن اي دوره هلا قال جعفر انه حتى حب الشغله اكثر، نحن مو بس بنشتغل على موضوع انه الاعلام اشتغل كذا لازم تاخذ اللقطه بهالزاويه او تكتب الخبر بهالطريقه، لا كمان نحن بنشتغل على العامل النفسي للشاب لسه يحب اكثر المجال طبعاً. اللي هو فيه بتقدموا له قيمه مضافه بحيث هو يتابع. استاذ بشار يعني اليوم ابنائنا يعني في مغريات كثيره بالحياه صح. يعني ممكن نحن حتى ما نشتت ذهنهم وخياراتهم، يعني احيانا ممكن حتى بهذا العمر بتقول لك الام والله ابني ما بيعرف شو بده صح. لا انتم ممكن تساعدوا الاهل بانه تحديد خياراته، فهون انتم دوركم بهذا المجال. نحن دورنا كبير بهذا الموضوع، نحن من خلال طبعا اجتماعاتنا دائما مع الطلاب بشكل عام، يعني اذا كان بموضوع الاعلام ولا اذا كان بموضوع الفنون للرياضه ولا اي مجال ثاني، بس انا كدور فعلا نعطي قيمه مضافه للعمل مثلا الاعلامي، انه واجبنا هيك دورنا هيك بنشتغل بهالطريقه هاد، وبنسق مثل ما قلنا بنسق مع محاضرين ولا مع اساتذه باختصاص اعلام او حتى مع خبرات اعلاميه تعطي رافد الخبره تعطيها لهدول الشباب. نحن من خلال عملنا دورة تصوير حكاية الضوء، بهي الدورة تحديدا كسرنا القاعدة، خلينا نحن الشباب هدني نفسهم يحضروا مواد ويحضروا شيء كل شيء له علاقة بالتصوير، وهني والشباب نفسهم يعطوه لرفاقهم الأصغر منه. يعني نحن بهي الدورة تحديدا ما جبنا خبرات، لا خلينا نحن نفس الشباب نعتمد عليهم على شخصيتهم تدريب ذاتي طبعا، يعني ونحن بالنهاية قادرين يعني إذا نحن ندعم الشاب وبنعطيه الفرصة فعلا بيبدع وبيشتغل صح، وهي الدورتين اللي صاروا مؤخرا فعلا عطوا نتيجة مثمرة كثير، وخلينا نفكر إنه ما نوقف عند هذا الحد، لا بالعكس سنطلع لقدام أكثر ونشتغل على التخصص أكثر فعلا. نعم شبابنا يعني مبدعين خلاقين سريعو التعلم، يعني نحن بسرعة بنشوفهم يعني هلا خامي جاهزة للعمل ما شاء الله عليهم، يعني بتحسهم يعني هيك قادرين يعبروا، مفرداتهم جيدة، فبتحس انه عندهم شيء يعني طبعاً. فما بقي غير انه نقدم لهم شيء ونطورهم ونعطيهم إضافة جديدة. تفضلي كمان نتعرف عليكي وبنحكي عن يعني رغبتك بدخول مثلا الإعلام وتمام واتباعك لهي الدورة، انت شو بدك يعني شو بدك تحققي من خلالها؟ هلا بالبداية انا رفيقة تماضر علي، شاركت بكذا دورة فرعية قامت اتحاد شباب الثورة، باخر دورة كنت عم مغطيها لجريدة المسيرة وشاركت تنسيقة ضمن ادارة النادي. بدي احكي انه الشيء اللي بيميز دورتنا الاخيرة انه نحن دخلنا شيء عن مهارات التواصل، الشيء اللي بيحكي عن صفات الاعلامي، حكينا عن جانب جديد ما حكينا عنه بالدورات اللي قبل اللي هو الاعلام الحربي. نعم. او اللي بيميزه عن الاعلام العادي من ناحيه التصوير او كتابه الخبر حتى من رفع معنويات وغيره، يعني شخصيه الاعلام الحربي. بدي احكي شغله انه نحن التجدد اللي صار بالدوره الاخيره هو لانه حكينا عن تجارب شبيبيين،
يعني المحاضرين اللي كانوا عم يعطوا اغلبهم هن رفاق شبيبيين عم يعني انطلقوا من اتحاد شبيبة الثورة. حلو. اضافه لضيوف مثل يعني حضرتك شفتوا مسيرتهم كيف هن من الشبيبه، يعني انه انتم ممكن تحاكوا تجربتهم يعني. صح، حتى مع بعض قدرنا نحط تعريف للاعلام من وجهة نظرنا نحن مثل حكينا عنه انه هو توجيه للراي العام. او تحريك للراي العام. قدرنا نستفيد من بعض من كثير من النقاط وحطينا ببالنا انه ندخل الشيء العملي بالدورات القادمه. كثير حلو. انت هلا فتحتي لنا محور هلا ثاني بنرجع بنفتحه. تفضلي بس قبل لنعرف انتم هاي الرغبه اللي وجهتكم نحو الاعلام شو هو دافع. مرحبا اول شيء. اهلا وسهلا. انا اسمي دعاء نظام. انا من اول ما وعيت حبيت اني اكون اعلاميه او بحب هذا المجال الاعلام. كنت حابه اني ادرسه اكاديميا بالشام مثلا عبر كليه، بس الظروف منعتني من هذا الشيء. هون وقت انه قلت اول شيء انه حسيت امالي وقفت محلة انه انا ما قدرت ادرس. بعد فتره كملت درست فرع عادي، بعد فتره بلاقي الاعلان نزلته شبيبة الثورة، فانا هون تشجعت جدا، حسيت انه الامل رجع لي من جديد، اني بدي بلش بدايه جديده كدراسه اعلاميه او غيرها. الدوره اللي عملوها الرفاق كلياتهم كانت دوره عن جد كثير رائعه، في معلومات كثير مفيده قدرنا نوصلها، سواء بشخصية الإعلامي مثلا أو بالإعلام وأنواعه بشكل عام، مثلا من الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة وغيره وغيراته، حتى مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تأثيره إعلاميا على المجتمع كلياته. ومثل ما بنعرف أنه هو الإعلام عين على الواقع وعين على المجتمع كله، ونحن كل واحد فينا هو إعلامي ببيته، إعلامي بمكانه، قادر يوصل الخبر، قادر يوصل شيء بحب المعلومة. هنن قووا لي ثقتي بنفسي، عملوا لي انه انا عندي معلومات، انه انا فيني احكي، فيني ناقش، فيني حاور. كل شخص فيهم كان يقول لي انه انت برافو عم تتقدمي، كان يعطيني دافع كثير قوي انه انا فيني اقدم لقدام، فيني اكون عن جد جديره باني وقف اعلاميه مستقبلا مثلا. وكانوا كل المحاضرين على مستوى عالي، عندهم بين ثقافة وقدرة، وكتير انبسطنا بهالدورة الإعلامية وكانت على قدر كتير كبير. نعم. هون أستاذ غاندي، يعني فعلا قدي المنظمات مهمة بأنه هي مثلا تلي اسمك دعاء أنه كانت حابة تدرس إعلام ما قدرت، تجي يعني جهة اللي هي منظمات مثلا سواء اتحاد طلبة الشبيبة أنه تعوض لها فرصة فاتتها بالحياة، يعني حتى ما يعيش هذا الشاب مقهور في شيء ما قدر يحققه ما لقى. حتى نحن بجوز عنا مثلا شيء الخاص قليل، حتى بتجي المنظمة بهذا الشكل المجاني واللي فيه رعاية واللي فيه أمان بتقدم له هذا الشيء. قديه مهم يعني؟ لا غالبا أو في كتير حالات مثل دعاء أنه تجي أنه مثلا حابين كانوا يدرسوا كذا مثلا فنون، كلية تمثيل أو هيك شيء أو إعلام، ما قدروا ان كان مجموعهم او ان كان ما في يدرسوا برا المحافظة كثيرة. كمنظمة انه شافوا بالفعل انه هي الحاضن والى حد ما بيقدر ياخذ مثل هالشخص الاكاديمي اللي اخذ والله درس 4 سنين او 5 سنين باحدى الكليات، احيانا عم نعطي مثل نفس هالدراسة الاكاديمية وفترات قصيرة ومتتالية، بس مثل ما قلنا انه في سنة اعلام انه عم نعطي مراحل انه في تخصص بعدين نفس الحالة. نعم. رح نتابع مع الشباب. تفضل. انا الاعلام الشاب سومر ابراهيم. انا فت على الاعلام من ناحية التصوير بداية، كنت حب مجال التصوير كابداعي كصحفة، فمن شي فترة شي سنتين كنت بلش مع الرابطة، شغل الرابطة تصوير صحفي تغطية فعاليات. بعدين اعلنت فرع الشبيبة عن دورة التصوير الضوئي، كانت الاولى من نوعها في محافظة اللاذقية، فأكيد بادرت فورا أنه كان سجلت اسمي فيها. رحت كان 4 أيام منوعة من كل النواحي اللي نحن بنحتاجها، من كان تكوين صورة وكل الأمور نحتاجها بالصورة. بعدين تكمل لها الدورة في كان دورة حكاية أوغاريتي اللي كانت هي دورة إعلام مكثفة لمدة 5 أيام، كانت من ناحية الخبر، من التقرير، تحقيق صحفة الإعلام الحربة. فنحن اول شيء كمان فتت كتصوير، بس بعدين بعد ما فتت على دوره الاعلام حبيت شيء جديد، يعني شيء بدي طور فيني شيء جديد، مثلا مثل كتابه خبر، كتابه تقرير، اعداد، هدول الامور حبيت طورين فيني انا.
يعني صار بتكون شيء بقى أكبر، بتكون تطلعوا على يعني خبرات أكبر. شكرا لك، تفضل. ونحن اليوم يعني العمل الإعلامي عمل مركب، صار ما عاد إنه والله بس أنا بكتب، هلا ممكن يصور ويكتب ويحرر ويمنتج ويبعث للقناة مثلا أو للجريدة، فبده يلم بكل هالمفردات هذا الصحفي أو الإعلامي، وهذا هو إعلامي اليوم، إعلامي المعاصر. نبيل يوسف من الإعلاميين الشباب بالمنظمة، أهلا وسهلا. وراح أحكي كأسرة منظمة ضمن أنا أمين سر المكتب، نعم، ومن الخريجين هذا المشروع الشباب اللي حملته المنظمة على عاتقه من سنين طويلة. أنا من 5 سنين بشتغل بالإعلام الشبيبي بالمنبر الأساسي إلى جريدة المسيرة، بالإضافة للعمل بالجهات الثانية، وخلتنا قادرين أن نكون بوسائل ثانية مقروءة. وفي أنا من الشباب المراسلين المتعاونين مع إذاعة صوت الشعب، بعد دورة خضعنا إلى من 2014. هلق رح نحكي كمنظمة، منظمة اتحاد شباب الثورة هي منظمة رائدة بالتدريب الإعلامي، طبعا بالتشبيك والتنسيق الأول معكم كجهة الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون، الشريك اللي نحن بالدورات المركزية والاختصاصية أكثر عم تكون ساحة التدريب لهدول الشباب والاستقطاب إلى حد ما، طبعا مع الأمل دائما بالاستقطاب الكامل لكل هالمواهب اللي هي بتستحق الرعاية والمتابعة من عنا بالأول والنهاية معكم. نبيل، أنت مصور ومحرر يعني بنفس الوقت، يعني هون عم نحكي عن هاي اليوم العمل المركب، يعني أنه أنت ممكن تصور وتحرر الخبر أو تغطي الفعالية وبنفس الوقت تبعتها أو تلجهها، فهون صار اليوم بده يكون واحد إحاطة بكل هاي المفردات، أنت تمكنت منها يعني نقول نوعا ما. تماما، ضغط العمل بيعطي خبرة وبيعطي نستسهل العمل الآخر. أكيد نحن منتجاوز المراحل اللي هي تبدأ بنقل الخبر كمراسل، التنضيط، التدقيق، يعني حتى الإلمام والتصحيح الأخطاء، يعني بالإضافة إلى اختيار الصور، يعني مثل ما تفضلتي حضرتك عم نكون نحن عم نشتغل أكثر من شغل بضمن مقابلة، يعني مقابل العمل اللي بيكون بالجرائد الرسمية أو ضمن العمل الروتيني اللي بيحتاج له 4 أو 5، عم يكون الإعلامي هو جاهز، وهذا اللي عم يخليه جاهز للعمل مع كل الوسائل اللي عم تطلبه، سواء المقروءة أو المسموعة. طيب أنا شكرا لك نبيل. أستاذ بشار، يعني هؤلاء الشباب يعني ممكن كل واحد يعني أكيد ما راح توقف موهبته عند حد معين، هو بده يطوره، عم بيعمل دورات، اهتمام شخصي كتير مهم، لكن إلا أي حد نحن ممكن حتى كمنظمة نلاقي لهم منابر يقدموا فيها إنتاجهم، يعني سواء بجريدة، بصحيفة، يكتبوا بصحفنا، يكتبوا طبعا هلا بعد شوي رح نحكي على الإعلام الإلكتروني كمان، المنظمة تلاقي لهم منبر يقدموا فيه إنتاجهم. هلا نحن بعد هاي الدورات اللي بتصير بالعادة دائما بتصير في دورة مركزية اللي هي مركز دمشق، كان بدمشق بيصير في إتاحة للعمل أكثر ولأسه خبرة أكثر من اللي بناخذها نحن أو بياخذوها الشباب هون بالتدقيق، بصير على مستوى اكثر، حتى مثل ما قال نبيل انه بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، وهنيك بصير في تجارب وتستات اكثر، حتى ممكن يصير انه اكثر من مره احنا انا كمتدرب كنت يصير في انتقاء لعدد من الاعلاميين المتميزين ومباشره يروح على سوق العمل، اذا كان بالاذاعه ولا بالتلفزيون ولا حتى بجريده المسيره او حتى الصحف بشكل عام. صحيح، انه هي كوادر مؤهله، تقدر تشتغل تحرر زوايا. دائما قلنا منظمتنا وقيادة انه في تسويق لهالمواهب اللي عندنا لهالشباب اللي عندنا لحتى يدخلوا في خضم العمل الاعلامي. تمام. الصحيح، لان نحن بنحاول هون نركز على توجه الشباب واستقطاب الشباب وتحفيزهم وتعليمهم وضخهم بسوق العمل. هلا طبعا ذكروا الشباب انه هلا حاليا كل مواطن هو بالنهاية اعلامي، يعني صحيح، اليوم هيك الدور مطلوب طبعا، اعلامي عم بيدافع عن بلده، عم بيدافع عن الحقيقه اللي بوطنه، ووسائل التواصل الاجتماعي اتاحت الفرص لكثير من الشباب، خاصه الشباب اللي طالعين جديد، انه يشتغلوا بسوق العمل اذا كان على صفحات الانترنت او كمراسلين لاذاعات ولا صحف خارجيه حتى عم يشتغلوا فيها. نحن علينا انه
نوجه هالطاقة ونضخها لسوق العمل بحيث انه يشتغلوا ونتبناهم بالنهاية، حتى نفسهم هن الشباب يرجعوا يعطوا ينقلوا خبراتهم اللي يشتغلوها طبعا لجيل الأرفاق. وهذا أكيد كثير طبعا، وهذا يعتبر هذا دين ووفاء الحكاية بهالموضوع، لأنه نحن احنا وطننا بحاجة لشبابنا، ونحن طبعا بنكبر بشبابنا اللي هن فعلا رح يعمروا البلد من خلال الرسالة اللي رح يقدموها، إذا كانت رسالة لمنظمة أو رسالة إعلامية للخارج ويدافعوا فيها عن هذا البلد. صحيح. أستاذ غاندي، بدي أحكي بناحية أنه الأجيال دائما بتترك بصمة جيل ورا جيل، بيكون إلى سمات، يعني بجوز نحن جيلنا اللي دخلنا في الإعلام كان إلنا توجه ما، كان إلنا سمة يعني كجيل. اليوم شبابنا، انتو كيف شو شايفين هاي السمة اللي بتطبع شبابنا اليوم، اللي على قد هاي الطاقة اللي عندهم نحن بدنا نقدم لهم شيء؟ جيل الأجيال عم تتطور، الوسائل عم تتطور، ما فينا اليوم نعطيهم شيء مثل اللي كنا ناخده نحن مثلا بالتسعينات وبالثمانينات. اليوم في حالة تطور وسريعة، كيف نحن عم نواكب كل جديد؟ وبالتالي شو هي السمة اللي بتطبع هذا الجيل؟ هلا أنا كمثال عمل دورة إعلامية كمان بال2008، هلا شفت البرنامج تبع الدوره تبع كان عاملها رفيق بشار. هلا في اختلاف كبير. هلا سابقا عامل دوره انا انه كانت الى حد ما فيها نوع من الجمود، بتاهلني اكتب بمكان معين، ما فيني اطلع برا. الدورات الحاليه تماما غير، عم تكون اكاديميه، عم تخرج الشباب انه فين اي وين ما كان سوق العمل انه فيه يشتغلوا، ان كان صحافه خاصه، ان كان عامة، بأي مجال فيهم عم يكونوا كفو ليكونوا يشتغلوا بهالمجالات. نعم. هلأ التماضر لفتت لنقطة مهمة، إنه نحن اليوم عم نكتب وجهة نظرنا، عم نقول وجهة نظرنا، عم نقول صوتنا، صوت الشباب اليوم. يعني صح المهنة إلى كلاسيكيات، أو حتى الإعلام في شيء أسس، لكن ما في جيل بيشبه الثاني، ما في مرحلة بتشبه اللي قبلها. فكيف تماضر اليوم أنتوا عبر أي وسيلة بتكون تنقلوا وجهة نظركم؟ كيف إعلاميا؟ يعني أنت كيف شو تصورك عن أنه نحن كيف بدنا نقول وجهة نظرنا؟ لا، نحن بزمن مثل ما بيقولوا أنه مثل ما حكيت أنه كل واحد إعلامي ببيته. فنحن لو توقفي شوي تماضر لتبيني على الكاميرا، تفضل. عم يقدر كل واحد ينقل وجهة نظره عن طريق مثل هلأ مواقع التواصل، عم نقدر كل واحد يكتب الشيء، يعني وجهة نظره. مثلا مثل الدورة الإعلامية بعد ما خلصت انتبهنا انه الشباب كل واحد على صفحته الشخصية، مثلا غير صفحة الشبيبة، حكى عن دورة من وجهة نظره هو، او شو لفته هو، او طريقة تصويره، عدسته هو. فحتى هدول عم نقدر نستقطبهم ونستغل خبراتهم يعني ونوظفها بالطريقة الصح. تمام. نرمين، قلتي عين على الواقع، انت بأي عين اليوم عم تنظري على هذا الواقع؟ هو كمان ما بس نظرة ذاتية، يعني مو بس نرمين، انت عم تنظري على الواقع بعين الواقع، بعين المجتمع، بعين كل مواطن. لأي حد انت بتقدري تنقلي وجهة نظر شريحة، رأي عام؟ هلأ عين على الواقع هي عين على الواقع تماما 100% كنت فينا نقول، لأني مثل ما قلت لك انه احنا مرادف للجيش، بس نحن هون بالميدان ضمن البلد. فيني انا انقل مثلا مثل ما تفضلت رفيقة تماضر، انا ممكن انزل على صفحتي شفت مثلا سمعت عن خبر، فيني انا اسقله بطريقتي مثل ما عم يعلموني بالشبيبة، فيني انا اكون بهيدي الطريقة حرري، عم حرر بطريقتي. نعم، مو انه لصق ونسخ. نحن تمام. اليوم حيدر الاعلام الالكتروني، يونس عفوا، الاعلام الالكتروني الى اي حد هو بجوز انتم كجيل كمان سهل لكم هاي العمليه، وبنفس الوقت صعبه، لان انا كمان توفر كل هاي الوسائل بايدي هي سلاح ذو حدين. يا انا بكون ادى وبدي اعطي خبر صح وسريع ومصداقيه وانقل وجهه نظر بتهم الناس، يا اما لا انا بكون فاشل. لاي حد هاي بدنا نقول هي بدك تعمل توازن فيها. هلا اكيد نحن يعني اللي توفر لنا
بهالوقت الحالي ما توفر يعني الأجيال السابقة مثل حضرتك والكل، يعني اللي متوفر لنا كتير، يعني نحن لازم نستثمر هالظروف اللي كتير مريحة لنا ومساعدة لنا لحتى نطلع ونكون ناجحين، نستثمرها بطريقة صحيحة بحيث تفيدنا وتفيد المجتمع. فبهالحالة يعني واجب الإعلامي اللي عم يكتب بإعلام إلكتروني أو مرئي أو يعني بأي شكل من أشكال الإعلام، واجب أنه يكون صادق وأنه يعني يكون يعني شفاف، متحقق من معلومته جداً. كمان مو أنه والله على السريع يلا من أي كلمة ويكتب معلومته بطريقته الخاصة اللي عود الناس عليها، اللي هي تابعته بسبب طريقته الخاصة، يعني من خلال طريقته قدر يستقطب الناس اللي عم يتابعوا. كثير حلو. هل نقطة بتقودني لسؤال آخر، الإعلام بالأخير ما له حالة ثابتة، هو عمل خلاق، يعني أكيد إذا أنت كتبتي مقالة رح تطلع غير مقالة يونس، غير نيرمين، غير جعفر، غير نبيل، يعني هون بقى الإبداع بده يكون. إذا الإعلام عمل إبداعي إلى أي حد؟ نحن بنقدر نشوف أنه صحفي مبدع، يعني اليوم نكتب مثل ما قال كل واحد يكتب بطريقته بمفرداته، هذا الشيء كمان نحن هو قيمة مضافة للإعلام. أكيد هذا الشيء هي بالنهاية حالات إبداعية، حالات بتختلف من شخص لتاني، بتختلف حتى حسب اجتهاده ونشاطه الشخصي، حسب ثقافته، اجتماعيته، حسب اهتمامه وموهبته، وهي كتير بدنا نركز عليها، لأنه يمكن إنسان يكون عنده موهبة ويكون عنده صفة وميزة عن شخص آخر بأسلوب معين. يعني ممكن أحيانا لحد هاللحظة نحن في أشخاص أو في إعلاميين أنا بعرف أنه هذا الإعلامي هو اللي كاتب أو هو المحرر من خلال أسلوبه الخاص، من خلال يعني شخصيته المضافة، كان عندنا زوايا مجرد ما تقريها تعرفي أنه هي لهذا الصحفي. طبعاً. هون البصمة كتير مهمة، يعني نحن ما نطلع نسخة عن بعضنا، يعني كيف نحن بنقدر نتميز، يكون عنا مفرداتنا، أسلوبنا، ما نكون فعلا هيك حالة استنساخ عن بعضنا أنه والله كلنا نكتب نفس الشيء. يعني اليوم الإعلام اللي بيكون بيجذب أكثر هو الإعلام اللي يعني مفرداته هي هويته وبصمته، ما أنه والله نقلا عنه بالأخير تطلعي بتحسي كله مثل بعضه. حتى المميز يمكن صار أنه عم نعتمد شوي على البساطة والسلاسة أكثر من المفردات اللي خلينا نقول معقدة قليلا بالنسبة للبعض. صحيح. فهيدا الشيء إسا كان أقرب وفي صلة أكثر مع خلينا نقول مع الشارع والشباب اللي موجودين. نعم. ونحن في بس فضلي. في عم نحكي شو هو المنبر اللي نحن من خلاله بنوصل خلينا نقول للشارع. نحن إضافة لجريدة المسيرة نحن عندنا مواقع خاصة باتحاد شبيبة الثورة من خلال الشباب بحد ذاتهم، هنن قادرين يعبروا وقادرين يضيفوا معلوماتهم ويضيفوا الشيء اللي توصلوا لإله، تدريبهم من خلال الدورات اللي خضعوا لإله من خلال هيدي الصفحات، من خلال تقارير، من خلال تحقيقات، أي شيء هنن بيبدعوا فيه. فكمان هو أحد المنابر اللي عم يقدروا أنه يوصلوا ويقدموا شيء بمسهم يمكن أو بيعنيهم بنقاط معينة. نعم. من خلال إلى أي حد مهم أساتذة، يعني اليوم هاي النظرة وهي الرؤية، نحن مع شباب يعني هذا جيل كتير غض وكتير جديد، أنه نحن نحدث لهم وسائلهم، هن تطلعاتهم حديثة، ما معقول نحطهم بقوالب قديمة، كيف منحدث لهم أيضا مستلزماتهم توجهاتهم هلا كاعلام او حسب توجهاتهم كاعلام او حتى بالدورات الاخرى؟ يعني هلا نجي على شاب هلا نحكي له حكي من الماضي وكذا، اكيد هو ما رح يتقبلنا. يعني هون بده ينتهي الموضوع تماما. نحن لا، بدنا نجي على الشاب، هو كيف بفكر، هو كيف بياخذ المجال، ونجي ناخذ منه لنعطي. ايه تمام، مبدأ لازم نشتغل. وهون موصر. تبادل الخبرات، يعني انه انتم لو اخذتوا شيء من الماضي، بس صح نحن بدنا رؤيه جديده، بس لو اخذتوا من الماضي ليشوفوا شبابنا هي مسيره هذا الاعلام، اليوم انتم وصلنا لهون شو بدكم تضيفوا؟ يعني لابد انه نضيفوا هؤلاء الشباب، نحن ما بنرضى يوقفوا هن عند الخبر. اكيد ما نصف الماضي قطع النسف أكيد كامل أكيد ما نسف، بس بالتالي هن ما رح نخليهم يوقفوا. يعني هلا بدنا نشوف انه اذا حدا بيزهنه انه شو ممكن يكون في اساليب جديده غير التحقيق والاستطلاع والريبورتاج والخبر هن يبتكروا اساليب، فهون يعني الى اي حد بنوجههم الى الابتكار. طبعا نحن اي فكره بتصير او دوره بتصير هي نتاج الشباب، يعني هن يعني احنا باجتماعاتنا نطرح
الموضوع وهني بيحطونا بالتفاصيل لازم نشتغلها، فهذا نوع انه احنا عم نستقطبهم من خلال نفسهم يعني وقت اللي بيحطوا البرنامج وبيشتغلوا سوا. نحن داعمين لهدول الشباب بكافه مجالات العمل يعني. نحن فينا نستقطب او نحن نغير عن السابق او ندمج من خلال المكان اللي بنقوم بالدورة فيه مثلا، من خلال المحاضرين اللي دائما بيشتغل على موضوع التحريض النفسي او آلة البرمجة العصبية. بكل دوراتنا صرنا عم نستخدم هذا الموضوع لحتى نحن نعرف الشاب كيف بيفكر انه يسيره بهذا المجال. تمام. عم نعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، هذا موضوع العمل على اكسابهم على التجديد والتجدد. طيب انت علي، ما هيك علي، كيف بنخلي ابناء جيلك يسمعوك انت نفسك، مو تكون عم تكتب ما حدا يسمعك؟ يعني يقول اليوم علي، انا مثل نحن مثل ما قلنا لكم، اذا نحكي بالاجيال يعني مثلا انا كنت انطر زاويه وليد معماري اللي هو بجوز اكبر مننا، بس يعني مثلا فيما بعد مثلا زاويه كوليت خوري، زاويه يعني كتابنا الكبار ودبائنا حنامين اللي كانوا يكتبوا، او حتى الصحفيين الكبار عبد النبي حجازي، يعني نحن ننطر. انت اليوم يعني كيف ممكن تخلي حدا ينطر زاويتك، ينطر كتابتك؟ هلا بالنهايه هي بتكون الطريقه بالنشر او الاسلوب، اذا كان الاسلوب صح او الاسلوب مميز فحصر يعني اجباري بدي يجيب مشاهدين او رح يعجب المجتمع. يعني لازم الواحد يفكر انه شو يعجب المجتمع والبساطه بنفس الوقت، مشان انه المشاهد ما يحس انه شيء هذا اول مره بيشوفه وسهل بنفس الوقت. نعم. اذا الابتكار جعفر، كيف نحن اليوم بنبتكر بالاعلام؟ اخذنا الاسس بجوز شوي 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 بتتمكنوا، لكن انتم اليوم مثل العلم بدنا نبتكر، بدنا نقدم شيء جديد. اليوم انتم شو بذهنكم كشباب؟ انتوا اليوم قدموا لنا جديد، صار دوركم كشباب. نحن وشيء جديد دائما لازم يعتمدوا الشباب بالوقت الحالي على ما يكتفي الشخص بشيء معين، اما انه انا اختص مثلا بدي اكتب خبر بس، ما اكتفي بهالشيء، اهتم بموضوع الخبر، تحقيق، كون مصور كمان بالاضافه للخبر، ما كون مثلا رايح انا مراسل ما اعرف امسك كاميرا او ما اعرف صور، او يعني دمج بين المواضيع كلها، يكون اعلامي قادر على اي شيء، قادر يكون جاهز لأي شيء بأي لحظة، لحتى أي ما تطلب الأمر فورا يتدخل ويقوم كل الأمر المطلوب منه. دعاء، في إطار يعني الحديث عن وجهة نظر كمان لكل واحد أسلوبه يعني ممكن يكون، فبرأيك مثلا أنه نحن اليوم نختار عناوين، نعرف كيف نختصر، لأن نحن ما لنا بزمن الإيطالي بجوز، بالعكس جملة مؤثرة هي اللي تضرب. نحن كيف بنوصل لهي الحالة أو بنقدر نوجز وبنفس الوقت نعبر؟ هلا نحن بأول شيء نحن لازم نتابع جذب المشاهد أو اللي عم يقرأ الخبر، لأن العنوان هو مفتاح التقرير أو مفتاح الخبر اللي نحن بدنا نوصل له. لازم نعتني بالعنوان كطريقة كتابته أو الفكرة اللي يكون موجودة فيه، ممكن يعني يكون عنوان فكاهي يجذب مثلا، ويكون الخبر ما له فكاهي بس فيه جانب من هالجوانب نحن وظفناه بالخبر بالعنوان لحتى يتابع القارئ ويستمر بالقراءة. وقد ما فينا يمكن بهذا العصر نحن صرنا بعيدين عن القراءة الطويلة، يعني مثلا الخبر نحاول نوصل أكبر كمية من المعلومات ضمن أسطر قليلة. تمام. لحتى توصل للقارئ بأسرع وقت، لأنه أي شخص سواء أنا أو غيري بده يشوف خبر طويل جدا وفيه تفاصيل مهمة بده يقراها، أما الغير مهمة ما رح يقراها، فنحن بنتجنب التفاصيل الغير مهمة، بنركز على العنوان، بنركز على الخبر اللي نحن مثلا بيلفت الجيل اللي عم نكتب له مثلا أو بيلفت القارئ تماما. يعني مثلا أنا بدي أكتب خبر أو بدي أكتب تقرير بدي يكون من واقعي من مجتمعي، ما رح أكتب مثلا تقرير ما بيهم الواقع أو المجتمع اللي عايشة أنا فيه، ما رح يقرأ يعني أي واحد. مثلا أنا بالساحل بدي أكتب أو مثلا باللادية بدي أكتب تقرير عن اللادية، إجباري كل أهالي اللادية رح يقروه. أما مثلا بدي أكتب لهم والله عن أمريكا مثلا أو أي منطقة ثانية ممكن يبتعدوا قليلا عنه، بيقولوا أنه بعيد عني ما رح أقرأ أو ما رح أوصل له حاليا. نعم. بين الذاتي والموضوعي، بين الشيء اللي أنا بدي إياه وبين الشيء الواقع هو موجود على الواقع. أنتوا اليوم شباب والأنا اللي عندكم بتكون أكبر من الكلمة، الواحد بيكبر شوي بتصغر هي الأنا.
كيف من هلا عم تشتغلوا على انه انتم ما تكتب بس انت عفوا اسمك نبيل سومر عفوا سومر سومر انه ما اكتب سومر اكتب واقع اكتب شباب اكتب شريحة يعني نحن نبتعد عن الأنا بتعبيرنا بكتاباتنا حتى بإعلامنا صح نحن بدنا وجهة نظرنا مثل ما قلت تماضر بس أن تذوب الأنا هلأ أول شيء نحن أكيد بدنا كإعلام نحن بدنا نغطي على الحقيقة نشوف وين في حقيقة وين في كذا بدنا نركز عليه لأنه بالنهاية نحن إعلام مقاوم إعلام في أي الإعلام هو توجيه للرأي العام فممكن أي وسيلة إعلامية هي تفبرك القدامة تمام بناحية بتفيد غير بتفيد عفوا بس هلا نحن بيكون دورنا هون إعلام مقاوم إلى نقول هي الحقيقة هي مثلا نعرض استطلاع هي العالم هي الموجودة تمام إذا نقدم الواقع ونقدم نبيل آخر شيء كمان اليوم نحن كلياتنا مثل ما قلتوا أكثر من مرة نحن جنود مع الجيش العربي السوري عم نحارب بالكلمة بدنا نحارب بالقلم اليوم كإعلاميين شباب إلى أي حد بتحسوا بهي المسؤولية نحن جيش آخر أنتوا كإعلاميين جيش رديف للجيش العربي السوري الإعلاميين بشكل عام المعروف عنهم هن قادة الرأي يعني ولنحن مجرد صنع إعلاميين هو صنع لقادة هذا الرأي أو صنع للرأي بحد ذاته المسؤولية كبيرة والمنابر متعددة خصوصا بهذا الزمن هلا مع الأزمة ظهر شيء اسمه صحافة المواطن كل مواطن صحفي بانتشار الصفحات والفيسبوك واعتباره كحالة إعلامية متطورة هاي الحالة عم تتوظف بكتير محلات صح طبعا الفيسبوك كموقع تواصل اجتماعي غير قادرين على ضبطه ولكن الإعلاميين الثقة والشباب أو المهتم ونحن كونما نحكي عن مسؤولية أغلب الصفحات وهي صارت مصدر على مستوى العالم كله من حيث المصداقية من حيث السرعة في كتير صفحات بالإضافة إلى وأنا عضو بهيدي في مجموعات سرية هي بتضم أغلب الإعلاميين يلي بساحة المعارك يلي خارج القطر ليكون بيكون في دائما طرح ونقاش وتوصيف هذا الطرح والتنسيق والتشبيك بين بعض هو لإيصال هذه المعلومة بمسؤولية ومصداقية وبمصداقية بدقيقتنا الأخيرة أستاذ بشار كلمة أخيرة كمان منعد فيها أكثر بمسؤولية المنظمة مع شبابنا طبعا احنا استفدنا بالحديث عن الإعلام هو كونه حلقة كاملة إلى علاقة بالإعلام والدورات الإعلامية اللي عم نشتغلها مع الشباب أنا بدي نوعد الشباب إنه إحنا لقدام مسا في عنا شغل أكتر في عنا تخصص أكتر في عنا دورات راح تكون أكتر وبنهاية هذا اللقاء بدي أشكرك أنت الإعلامية المخضرمة اللي كنت حاضرة معنا لحتى تعطي البعض أو خبرتك لهدول الشباب مشان كمان ينطلقوا فأنا نحن والإعلام كجهة نحن شريك بصنع أكيد. هذا الجيل وشريك حتى بإضاءة الضوء على هذا الجيل لأنه بالنهاية هذا جيل الوطن ونحن واجبنا من باب الواجب نحن علينا أنه نقدم له كل ما لدينا لحتى هو الجيل أكيد اللي يحمل الراية أستاذ غاندي كمان كلمة أخيرة المنظمة لا تزال تعد بالكثير وأيضا شبابنا جيل ورا جيل الحمد لله موجود وحاضر أنا بدي أقول تحية لجيشنا ولجرحانا والله يرحم شهدائنا وإن شاء الله رح نرجع نعمرها بقيادة السيد رئيس الشرف أكيد بنعمرها كلياتنا كل فئات الشعب شبابنا هي الشريحة الأكثر فعلا يعني الحضور لنحن نحملها هي المسؤولية ونعول عليها لأن أثبت شبابنا قدرة كبيرة من الوعي والمسؤولية والإحساس بالمسؤوليات لحتى يكونوا قادرين فعلا على إعمار بلدهم والدفاع عن وطنهم من خلال سواء هي الدورات أو غيرها واهتماماتهم المختلفة اللي كلها عم بتصب بتوجهات الوطن بتوجهات سوريا لنكون مثل ما قلنا بالبداية إيد بإيد عم نعمرها كلياتنا شكرا لكم جميعا أستاذ غاندي أستاذ بشار شبابنا اللي متفائل فيهم دائما كل الشكر لكم مشاهدينا ودائما نحن بنكون مع بعض عم نعمرها إلى اللقاء